الله يخرب بيتك اهو جاي على السيره. طب ردي عليها يا ام النبي. لا والنبي والنبي ده تلاقيه راجع من الشغل تعبان وجعان قوي. يلا يا ولع بعد الشر ده انت عيل بارد يالا بتتصل تاني. ردي يا هيام بقى. ايوه يا حيوان يا بغل انت. ايه ده الكلام ده عليا انا؟ ايه ده مين معايا؟ ايوه يا هيام انا عمك عابد. حاج عابد ازاي حضرتك عامل ايه؟ والنبي معلش ما تاخذنيش كنت مفكراك البغل اخويا. حضرتك بتكلمني تطمن عليا بنفسك؟ امال بقى لما تعرف انا هكلمك في ايه؟ فاكره الوظيفه المحترمه اللي انا كلمتك عنها وعدتك بيها؟ اه والنبي طبعا فاكره. ده انا لسه كنت حتى بقول لابويا بعد ما خرجت من المستشفى يفكرك. كنت خايفه تنسى وسط مشاغلك يعني. اعملي حسابك ان الوظيفه جاهزه ومستنياكي. مش اي وظيفه. ده احلى واشيك واجمل جاليري فيكي يا مصر. جاليري؟ طب حضرتك تحب استلم الوظيفه دي من اول امتى؟ امتى؟ بكره الساعه 9. ايوه ايوه بكره الساعه 9 الصبح. والنبي ده انا هبقى من 9 الا ربع وانا جاهزه. اه لا سيد عارف المكان خليه يوصفهولك. يلا مبروك يا حبيبتي مبروك مقدما. ربنا يبارك لك يا رب وينصرك على مين يعاديك. كتر الف خيرك والنبي انا ما عارفه اشكرك ازاي. شكرا يا حاج عابد شكرا. يلا مع السلامه سيد.